بسم الله، نبتدي بقى ناخد النيو بليزر سيرابي. قال لي هو ميني ميديكيشن بريسكرايبد فور ريسبيراتوري بروبلم، في يعني حاجات كتير او ادويه كتير بتوصف عشان مشكلات النفس والتنفس وكده. نيو بليزر ديسبيرز فاين بارتيكلز اوف الليكويد ميديكيشن انتو الديبر باسجز اوف الريسبيراتوري تراكت. يعني الجهاز النبليزر ده بيقول لي ان هو بيعمل ديسبيرس للفاين بارتيكلز بتاعه الليكويد ميديكيشن، بيدخلها للممرات العميقه بتاعه الجهاز التنفسي، وبالتالي بيحصل ابسوربشن، يعني بتمتص هذه الايه هذه الادويه. ماشي. طيب، تعريف النوبليزر هو ديفايس يوزد تو ادمنستر ميديكيشن تو بيبل ان الفورم اوف المويست انهيل انتو لانز، بمعنى ان ده جهاز بدي بيه ادويه للمرضى في صورة رطبة كده، يعني كأنه بياخده عن طريق ايه الشهيق في صورة رطبة عشان يدخل على الرئة، ايه على الرئة على طول. طيب غرضه ايه؟ غرضه اولا ان هو بيزيل البرونكوس بازم والديسبنيا اللي هو تقلص الشعب وكده، طبعا بيزيله، بيزيل صعوبة النفس وكده. ديسولف السكريشن اون الشست، يعني بيحلل الافرازات الموجودة على الصدر، بيزيل زي ما اتفقنا مشاكل الجهاز التنفسي زي البرونكوس بازم مثلا، وبيحسن النفس يعني وخلاص، وبيمنع البرونكوس باسم، والسكريشن بيعمل لها ليكوفاين كأنه بيحللها او بيدوبها، بيقلل الانفلاميشن التهابات، بيقلل الالرجي، بيقلل الحساسية وخلاص. ميكانيكال فنتيليشن. طيب الادوات ايه؟ سيتسكوب طبعا، الدواء اللي انت هتديه بصورة رطبة عشان يدخل على الرئة على طول، النوبليزر تيوب او الشامبر، وإير كومبريسور، وطبعا سالاين، وطبعا كمبيوتر جنريتد ميديكيشن ادمنستريشن، وعندي كمان ميديكيشن ادمنستريشن ريكورد اللي هو يعني الاستمارة اللي مكتوب فيها الدواء، يعني من الفكرة، والبيرسونال بروتكتيف اكويبمنت بتاعتي. نبتدي بقى اول حاجة ان احنا نجمع الادوات وتشيك الميديكيشن وتتأكد من الدواء، وطبعا تتأكد من التين رايتس، العشر حقوق بتوع الدواء، الرايت دوز والرايت تايم، وطبعا الرايت ميديكيشن والاكسباير ديت، تمام، والرايت روت، وكل ال والرايت اماونت، تمام، كل الحاجات دي كلها بتأكد منها. انا هدي دواء هيدخل على الرئة، فلازم اجمع الادوات واتأكد من الاستمارة واتأكد من الدواء، احافظ على الخصوصية واعرف نفسي للمريض والكلام ده كله يعني، تمام. ماشي. باخد طبعا السيف دوز، ايه الغرض، الادفيرس افكتس، لازم المريض يعرف ده كله، يعني المريض احيانا بيحب يعرف كل حاجه، ان انا باخد الدواء ده ليه، اثاره الجانبيه ايه، كذا كذا، فبيسالك على الحاجات دي كلها، فطبعا قولها له برده. اعمل بقى هاند هايجين، وطبعا ابتدي حرك الميديكيشن كارد او سايد البيشنت روم اور بريبير فور ادمنستريشن في الميديكيشن اريا، بتبتدي تحضر الدواء. Unlock the medication card or drawer. Enter base code and scan employee identification if required. جهز الدواء زي ما قلنا، واقرا بقى اللي هو الاستماره وتاكد والكلام ده كله، وقارن ما بين الدواء اللي في ايدك وما بين الميديكال ريكورد، ما بين الروشته اللي في ايدك، وطبعا خد بالك من ايه، خد بالك من البوليسي بتاعه المريض. خلاص يبقى انا اتاكدت يا شمس هو ده الدواء، وشفت الحقوق بتاعته، وتاكدت من الاستماره، وتاكدت من اللوك لوك ده كله. لوكال ميديكيشن كارد بيفور ليفينج ات، احنا عارفين ان انا مثلا بحضر الدواء بعد كده بقفل عليه عشان ما ي... لان الدواء بيبقى موجود في علبة كده، فانا بحضر الدواء بحطه فيها وايه، وبدخل بقى ايه للمريض، تمام. ترانسبورت الميديكيشن تو البيشنت بيسايد كيرفولي، انقل الدواء بقى جنب المريض وكده، اتاكد ان المريض خد الدواء وخلاص، يعني ابتدي او حط يعني الدواء جنب المريض وكده. المهم انك لازم تديله في الكوركت تايم، لازم تديله الدواء في الوقت المناسب، بمعنى خلاص جهزت الدواء بره، او جهزت الدواء في المنطقه اللي انا المفروض اجهزه فيها، وبعد كده حطيته في الكارت بتاعته، بعد كده دخلت على المريض على طول. مش انت دخلت على المريض وقدر الله ما شاء فعل، ابتدي بقى طبعا انت اخترت الوقت المناسب، اعمل هاند هايجين والبس البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت بتاعتك، ويلا بقى يا معلم. طبعا اتاكد ان هو ده المريض، ونفس الكلام بقى، وتاكد من الدواء، وتاكد من اللوك لوك ده كله، اتاكد من اسم المريض، وتاكد من الروم نمبر، وتاكد من البند، ومش عارف ايه. تمام. اسال البيشنت عن اسمه طبعا لو هو واعي، وكمل الاسمنت بتاعك، وابتدي ان انت ايه اديله الدواء. وطبعا لو المريض مش واعي بيبقى فيه على ايده حاجه عامله شبه البند كده، وطبعا لازم تتاكد هل هو عنده حساسيه من الدواء ولا لا، يعني لو الدواء اللي انت هتديه له مثلا انتي بايوتيك، فانت لازم تعمل الرجي تيست، لازم تعمل اختبار حساسيه، تمام.
بس يعني انا شايفة هو نفس الكلام. يا ربي في ايه؟ طيب انا جهزت الدواء واللوكلوك ده كله. ابتدي بقى النبولايزر كاب زي ما احنا شايفين. الجهاز ده بيكون له غطا، فطبعا انت بتقوم شايل الكب، شايل الغطا ده يعني، وبتفتحه وبتحط فيه جرعة الدواء المناسبة، تحطها هنا، تحطها في الجزء ده كده بس وخلاص. بعد كده بتبتدي تقفل الغطا تاني وتحطه بقى ايه في مكانه كده، وتقوم موصل نهاية بالبوتوم بتاع النيبولايزر كاف والأزر بالاير كومبريسور بتاع الاكسجين سورس، تمام. بعد كده انستراكت البيشنت تو انهيل سلولي، يعني بتدي تعليمات زي ما احنا شايفين في الصورة. ادي جزء بيبقى في فم المريض، طبعا ده بيبقى الجزء اللي بيتحط فيه الدواء، والانبوبه دي متوصله بالاير ايه بالاير كومبريسور، ضغط الهواء اللي هو بيبقى مصدر الاكسجين. يبقى انا دلوقتي زي ما اتفقنا تيرن اون الاير كومبريسور اور اكسجين، ببتدي افتح الاكسجين او ضغط الهواء بتاعي، بيبقى الدواء موجود زي ما اتفقنا في ال بيبقى الدواء موجود في الكب اللي احنا قلنا عليه، في الجزء اللي احنا قلنا فتحت الكب وحطيت الدواء في الجزء اللي احنا قلنا عليه، بيبقى النهاية موجودة في النوبلايزر كاف، والنهاية التانية يبقى بتبقى في نهاية موجودة في النوبلايزر كاف، تمام. يبقى ده كده اللي هو الجزء اللي انت بتوصل بيه ده، ده اسمه النوبلايزر كاف، ماشي. يبقى في نهاية بتبقى موجودة في النوبلايزر كاف، او بيسميه كاف وخلاص بتاع النوبلايزر يعني، والنهاية التانية بتبقى موجودة في مصدر الاكسجين او في الاير كومبريسور. المهم يعني تيرن اون الاير كومبريسور اور اكسجين، تفتحه تشيك ان الفاين ميديكيشن ميست از بروديوس باي اوبننج الفالف، ابتدي ان انا افتح الفالف، حاجة عاملة زي صمام كده، مش عارفة مش باين في الصورة، بس هو بيبقى في الجزء ده كده، الفالف بيبقى في الجزء ده كده. ما علينا، ان انا ببتدي ان انا افتح الفالف وبخلي المريض بحط الماوس بيس دي في بقه وخلاص، يعني بخليه يمسك عليها بشفايفه وبسنانه بس. نستاكت البيشنت تو انهيل، بدي تعليمات للمريض انه يبتدي يتنفس. ايش بقى الموضوع مش صعب خالص، انا جهزت الدواء واتاكدت من الدواء مش عارف ايه، باخد الدواء بقوم حاطاه بشيل الكب وبحطه في الجزء ده. بعد ما بحطه من الجزء ده بقوم بقى ايه موصله جزء النيبولايزر نهايه بي، بظبطها الانبوبه دي يعني، بظبط بوصلها بالكف، والجزء التاني بوصله بمصدر الاكسجين، وابتدي احطه في فم المريض. يبقى في نهاية بوصلها التيوب الأنبوبة، في نهاية منها بوصلها بالكف، والطرف التاني بوصله بمصدر الأكسجين بس، وبفتح بقى الفالف بتاعي وخلاص، وبخلي المريض يمسك عليه بإيه بشفايفه وبسنانه لا أكتر ولا أقل، لأن هو هياخد دواء مع أكسجين في نفس الوقت. أدي تعليمات للمريض إن هو يستنشق، يبتدي ياخد الاستنشاق ببطء وياخد نفس بعمق، وطبعا ما يستخدمش مناخيره خالص، يعني انا ممكن استخدم هنا نوز كليب زي ما اتفقنا، ممكن يبقى ضروري جدا عشان هو ما ينفعش، تمام. بس يعني وتستمر العمليه دي لحد ما الله اكبر عليه كل الميديكيشن اللي موجود في النوبلايزر كاب ينتهي خلاص، وده بيقعد حوالي 15 دقيقه بس يعني، مفيش اي حاجة تاني. have the patient gargle and drains with tap water after using nebulizer as necessary care nebulizer according to the manufacturer direction. طبعا factor direction، طبعا ببتدي انضف الجهاز بتاعي والجزء الماوس بيس اللي كان في فم المريض، والمريض ممكن يشطف فمه بردك عادي، وبقلع بقى الجلافز وكل حاجة، وبعمل documentation لاستجابة المريض وكمية الاكسجين والدواء اللي خده واستجابته والوقت وكل الحاجات دي طبعا، وبقيم زي ما اتفقنا استجابه المريض. ما انساش اسمع صوت الرئه واشوف تركيز الايه الاكسجين والنفس، انت كل حاجه اكسجين حاجه لها علاقه بالنفس، يبقى مستوى الاكسجين في دمك والتنفس عامل ازاي وصوت الرئه، دي ثلاث حاجات المفروض ما تتنسيش. انت بتاخد اكسجين، يبقى المفروض ان انا اشوف نسبه تركيز الاكسجين في دمك، تنفسك، وصوت الرئه بتاعتك، تمام. ماشي، انا شايفه ان ما فيش اي حاجه يعني. لو نعيده تاني نعيده، بس هو فعلا ما فيهوش اي حاجه، هو كل الحكايه ان انا ببتدي ان انا احط الدواء في اليونت دوز ميديكيشن، يعني بحطها في يونت، حاجه عامله زي يونت كده،
هي دي اسمها يونت مثلا. ببتدي احط فيها الجرعة واقفل الكاب بتاعي واستخدم تيوب، جزء بيبقى فيه المصدر الاكسجين او الاير كومبريسور، والجزء التاني بيبقى فيه الكف بتاع الكف بتاع الجهاز، تمام. وبعد كده بحط الجزء الماوس بيس في فم الايه، في فم المريض، بخليه يمسك عليه بسنانه وبقه لحد ما كمية الدواء تخلص. طبعا استخدم نص كليب عشان ما ينفعش حاجة خالص تخرج عن طريق الانف يعني، وخلاص. وبدل لحد ما الدواء بيخلص، ده غالبا 15 دقيقة، وبقيم بقى حالة المريض وبنضف الجهاز وبقلع البيرسونال بروتكتيف واعمل دوكيومنتيشن، وطبعا بقيم حالة المريض. بس كده خلصت. ريفرنسز المصادر بتاعة الكتاب مش عايزين نعرفها طبعا. اللهم اني استودعك ما فهمت وما قرأت وما حفظت، فردوا الينا عند حاجتنا اليه يا رب يا كريم، يا رب العفو والكرم يا رب.